مشاورات برعاية الأمم المتحدة في عمان بخصوص موارد الحديدة، تقاسم أم حلحلة للاتفاق المتعثر؟ هل تقود الحلول الجزئية إلى السلام الشامل؟ وما هي ضمانات تحصيل الموارد بعيداً عن سيطرة وسطوة الحوثيين؟ أهلا بكم. اجتمعت الأطراف اليمنية اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة ضمن مخرجات اتفاق ستوكهولم الذي أبرم خلال ديسمبر الماضي. وحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الطرفين على المشاركة بشكل بناء وبحسن نية فيما يتعلق بالاتفاق على طرق إجراءات إدارة الإيرادات من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصريف واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد. وبحسب مسؤول حكومي مشارك في مشاورات عمان، فإن المبعوث الأممي مارتن جريفيث سيجري لقاءات غير مباشرة مع كل طرف على حدة لمناقشة الآليات الخاصة بضمان تحصيل جميع إيرادات الحديدة. هل يساهم ملف الحديدة في حلحلة اتفاق ستوكهولم المتعثر ويضمن رواتب موظفي الدولة؟ أم يتحول إلى عقبة أخرى أمام الاتفاق ويجمد كملف الأسرى؟ بعد أيام من إعلان ميليشيا الحوثي تنفيذ خطة إعادة الانتشار في الحديدة من طرف واحد، دعت الأمم المتحدة الحكومة والميليشيا لعقد اجتماعات غير مباشرة لتنفيذ ما أسمته بالبنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة. الاتفاق الذي يعد أحد مخرجات اتفاق ستوكهولم سيركز على آليات تحصيل إيرادات محافظة الحديدة وموانئها واستخدامها لدفع رواتب القطاع العام في المحافظة وغيرها، وفق ما أكده بيان صحفي لمكتب المبعوث الأممي. ويرى الخبراء أن عراقيل عديدة لا تزال تنتظر جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل فيما يخص تنفيذ البنود الاقتصادية، خصوصا في ظل استمرار حالة انعدام الثقة بين الحكومة والميليشيا، وهو أمر عبرت عنه الحكومة بوضوح في مطالبتها بإنهاء كافة أشكال النفوذ الحوثي على مؤسسات الدولة في الحديدة. جهود الأمم المتحدة المكثفة لإيجاد مخارج وحلول لاتفاق الحديدة وتركيزها كليا على الوضع هناك قوبلت بانتقادات حادة من قبل المراقبين الذين وصفوها بالمحاولات الساعية لتكريس الحلول الجزئية على حساب القضية ككل، وهو الأمر الذي أعطى متنفسا للحوثيين لفتح جبهات جديدة في الضالع وتعز والبيضاء. ويرى مراقبون دعوة الأمم المتحدة للحكومة والحوثيين بالبدء في مشاورات البنود الاقتصادية لاتفاق السويد بمثابة ترحيل لمشكلة الملف اليمني في المدينة، وهروبا من عجزها في ضمان تنفيذ اتفاق السويد كاملا، خصوصا بعد رفض الحوثيين الاستجابة لأهم بنوده القاضية بسحب عناصرها من المدينة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا إذن عبر السكايب من نيويورك المحلل. إذن قبل أن ينضم إلينا، ستكون هذه الحلقة مشاهدينا الكرام حول المشاورات التي من المقرر أنها كانت اليوم بين الفرقاء اليمنيين وبرعاية الأمم المتحدة للحديث عن الجوانب الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الاقتصادية لاتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في ديسمبر الماضي. إذن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من تعز المحلل السياسي سيد عبد الهادي العزعزي. أرحب بك سيد عبد الهادي. إذن مشاورات للأطراف اليمنية اليوم في عمان بخصوص موارد الحديدة، برأيك هل هو مسألة تقاسم لما هو موجود أم هي حلحلة وبداية لتنفيذ الاتفاقات في المستقبل القريب؟ أعتقد أن المسألة لم تكن جادة بشكل كبير فيما يخص مسألة موارد الحديدة. إيران تتعرض لضغط دولي كبير، الإيرانيين أحد الأدوات الإيرانية، الحوثيين أحد الأدوات الإيرانية الآن في العملية، هم يعملون عملية انحناء لعاصفة قادمة، يحاولون البقاء أو الإبقاء على ميناء الحديدة قدر المستطاع، تطويل مسألة المفاوضات، تطويل الوقت لا أقل ولا أكثر. هذه الإجراءات لم يسلم بها الحوثيين تماما،
هم يعانون أزمة والوطن داخلية المناطق المسيطرين عليها، ويسعون إلى تخطيط هذا الضغط وفك مشكلة الرواتب عبر حلحلة مشكلة الإيرادات. طيب في رأيك يعني الآن في سياق الحديث عن اتفاق على تحصيل الموارد في الحديدة، لماذا يسعى أو لماذا تقيم الأمم المتحدة هذه الخطوة برأيك؟ هل هي نوع من، لأن هناك من يتحدث على أن الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية كانت تحاول تجزئة الحلول في اليمن، وذلك بحسب هذا الفريق أن هناك ملف مركز عليه في الحديدة، هناك ملف آخر فيما يتعلق باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين وهو المجمد إلى حد ما، وهناك أيضا كان ما يعرف بتفاهمات الإنسانية في تعز وفتح الممرات الآمنة والمعابر الآمنة. هناك من يتحدث على أن هذه استراتيجية من قبل المبعوث الأممي، هل تتفق مع ذلك؟ هذه الاستراتيجية من قبل المبعوث الأممي تنسجم مع تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي يقول أنه يضطر إلى فتح خطوط تعامل مباشرة مع الحوثيين. المبعوث الأممي هو الآن يتحرك بموجب الخطة البريطانية التي حاولت إبقاء هذا الملف مفتوحا، عاقت تحرير الحديدة، أيضا أبقت الوضع في تعز، تمارس ضغوطا كبيرة جدا ليبقى لها الملف الإيراني، تبقى يدها طولة في ملف الخليج، وعبر إبقاء الحوثيين أداة ضغط على المملكة العربية السعودية ودول التحالف بالذات السعودية والإمارات. هذه المسألة أعتقد أنها مضيعة للوقت. أخطأ التحالف العربي والحكومة اليمنية خطأ كبيرا عند إيقاف معركة الحديدة، وهو خطأ يدفعون الآن ثمنه بشكل كبير. هذه المسألة لن تنتهي قبل 7 إلى 8 أشهر على أقل تقدير، مسألة الانسحاب، إعادة الانتشار، ثم انتشار الانتشار، ثم تقييم الخروقات، ثم الإبقاء على هذا الملف. هو نوع من العمل الأوروبي لإبقاء مصالح أوروبا الكبيرة مع إيران أمام الضغط الأمريكي القائم اليوم. يبقى الحوثيين أداة ضغط كما يبقى حزب الله من ضمن أدوات الحرس الثوري. المسألة هي شائكة، وأعتقد أن هذه المباحثات هي ورطة تورطت فيها السلطة الشرعية، والبريطانيين كانوا أذكياء في اللعب بالملف الإنساني لأكثر من مرة. لا يبدو هناك جدية كاملة من الأمم المتحدة التي لم تستطع إلى اليوم حماية مخازن برنامج الغذاء العالمي داخل الحديدة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد العزعزي، ورحب بمن ينضم الآن إلينا عبر السكايب المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم القاطبي. أهلا بك إذا أستاذ إبراهيم، ورمضان كريم لك وللأستاذ عبد الهادي والجميع المشاهدين. إذا اليوم خطوة من قبل الأمم المتحدة تم الإعلان عنها، مشاورات فيما يتعلق بالموارد، موارد الحديدة، برأيك إلى أي مدى تكمن أو أين تكمن أهمية هذه الخطوة؟ أنا أعتقد أن الخطوة هذا ليست لها أي أهمية، كوننا نحن نتحدث اليوم بعد تفاهمات السويد، نحن نتكلم على حوالي نصف سنة من اليوم منذ أن تم ذلك الاتفاق الغير موقع عليه بين الميليشيات والحكومة الشرعية، ولكنه لم يعني تتخذ أي إجراءات أو أي خطوات من في هذه المسألة. لم يتبادل الأطراف السجناء والمعتقلين، ولم يتم البث في قضية الحديدة، ولم يحصل أي ضغوط دولية من أجل إرغام الحوثيين تسليم الميناء إلى الحكومة الشرعية أو إعادة الانتشار كما تم التفاهم عليه. أنا في اعتقادي ما يجري اليوم هو ذر الرماد على العيون، ليس له علاقة باليمنيين، وما الهدف منه؟ يعني نتساءل جميعنا ما الهدف من التركيز على ميناء الحديدة، بينما الهدف الحقيقي الذي جلب الكارثة الإنسانية هو الانقلاب الحوثي، وأيضا التدخلات الخليجية المتمثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات التي تدمر اليمن. يعني ما يجري في الحديدة متفاهمات هي مجرد رماد على العيون، لا تخص اليمنيين ولن تقلل من المجاعة في اليمن ولن تساعد اليمنيين. كون المسألة هي ليست مسألة فقط إنسانية، الجذور الصراع هي التي جلبت هذه المسألة الإنسانية، فلذلك ذهب يتحدث على أشياء جانبية ليس لها علاقة لا بالسلام ولا بصنع السلام، وإنما تأسيس الوضع الحالي وتطبيعه، وهذه هي المشكلة الحقيقية الذي سيعاني منها
اليمنيين على مدى طويل فترة قادمة من الزمن. فلذلك يجب التركيز على ما هو جوهر الحوار، حل من أجل إنهاء الانقلاب وإنهاء الحرب، ومن ثم الدخول في محادثات سلام اتفاق عليها يمنيا من أجل حلول سياسية ترضي جميع اليمنيين، أم أنها فقط أحاديث جانبية من أجل أن يكون الصراع، من أجل أن يستمر الصراع والحرب ذلك، ومن خلاله تستمر المجاعة والكارثة الإنسانية في اليمن. أنا في اعتقادي ما يجري الآن هو المبعوث الأممي يحاول إيجاد أي نجاح للبقاء في عمله، وهذا للأسف الشديد مشكلة كبيرة بالنسبة لليمن. طيب، يعني في هذه النقطة، وأنت يبدو أنك تتفق مع السيد عبد الهادي العزعزي الذي أسأله في هذا السياق، يعني إذا لم تكن هذه الأمور مهمة إلى هذه الدرجة، إذا لماذا يتواجد وفد يتبع الحكومة في عمان سيد عبد الهادي العزعزي، ولماذا يحاول المبعوث الأممي إلى هذا الشكل يعني أن يستمر في مثل هذه الخطوات؟ أعتقد أن الحديث عن استمرار وفد الحكومة، وفد الحكومة تورط منذ البداية في مسألة التوقيعات التي دخل طرفا فيها، وهي نوعا من مضيعة الوقت. استطاعت بريطانيا أن توفر للحوثيين ممرا آمنا لتزويدهم بالسلاح وبالطائرات المسيرة عبر الحديدة، عبر التهريب البحري طوال الفترة الماضية عبر إيقاف معركة الحديدة. اليوم الشرعية بحكم الالتزام لمجلس الأمن، لا أدري لماذا تنساق برغم أنها أعلنت أكثر من مرة أن اتفاق السويد انتهى، لكن هناك ضغط دولي، هنالك ضغط بريطاني تحديدا أو رعاية بريطانية للحوثيين، وهذا ما ظهر اليوم في تصريحات وزير الخارجية البريطاني. على هذا الأساس اليوم القصف الذي تعرضت له شركة أرامكو في المملكة من قبل طائرات مسيرة من بواسطة الحوثيين هو الرد الفعلي أو الثمن الحقيقي لبقاء هذا الميناء. أعتقد أن على الشرعية وعلى الأحزاب المؤيدة لها وعلى التحالف العربي إعادة بناء استراتيجيته على الأرض. لا يمكن إجراء أي تغير في مسألة المفاوضات. الحوثيين يتقدمون في الضالع، يضغطون على بقية الجبهات، يجهزون معسكراتهم للضغط على مأرب، أي أنهم الآن يدخلون دفعة جديدة وهي جزء من التحركات الإيرانية. إذا المفاوضات ذر للرماد على العيون، نوعا من الكذب الدبلوماسي القائم دوليا تتجارى الحكومة معه بطريقة أعتقد أنها غير صحيحة. هي تضحي بمصالح اليمنيين، الضحية هم المواطنون اليمنيون في الحديدة وفي المناطق تحت سيطرة الانقلاب. التعامل مع انقلاب عسكري لا يكون إلا بأدوات هذا الانقلاب، وهي كسر المعادلة العسكرية على الأرض. أما هذا فهو مضيعة للوقت في وجهة نظر. طيب برأيك يعني في هذا السياق، يعني بماذا تضغط الدول الخارجية، بماذا تضغط بريطانيا على الحكومة في سياق أنها تدفع للاستمرار في هذه المفاوضات؟ يعني ما الذي يمكن أن تهدد به الحكومة أكثر مما حدث بالفعل على الأراضي اليمنية؟ الحكومة أصبحت في وضع ضعيف جدا. الضغط يتم على دول الخليج تحديدا، على التحالف العربي بالأساس. هم يتعاملون مع هكذا تتعامل بريطانيا، تعتبر الشرعية اليمنية أداة للتحالف العربي لا أقل ولا أكثر. هذه وجهة النظر البريطانية. ايضا يدعمها الهولنديين والالمان والفرنسيين بنفس الوقت، برغم كل الاعلانات التي تظهر عن التحالف العربي وتقول ان الفرنسيين حلفاؤهم والبريطانيين. هذا الدليل الرماد على العيون. كان الاتحاد الاوروبي معارضا ترفع العقوبات الامريكيه على ايران. المساله مرتبطه بعلاقات الاتحاد الاوروبي مع ايران والضغط على الخليج، ومرتبطه بملف الطاقه والنفط وبصراع الاقوات السبع الشركات النفط الكبرى. أوروبا لديها صراعاً تحاول الاحتفاظ مع بالورقة الإيرانية وأدوات الورقة الإيرانية، متمثلة في الحزب الله، في الجماعات الشيعية في العالم العربي، أو ما يسمى بأذرع الحرس الثوري الإيراني، وعلى رأسها الحوثيين. أشكرك إذن سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أرحب بمن ينضم الآن إلينا، السيد محمد العمراني عضو الوفد الحكومي، عضو الفريق الفني للوفد الحكومي في مشاورات عمان. أرحب بك، أو عفوا رئيس المكتب الفني للمشاورات، عضو الوفد الحكومي في مشاورات ستوكهولم. أرحب بك سيد العمراني. إذن ضعنا في صورة المشاورات في عمان بينكم وبين
ميليشيات الحوثي، ما هي أبرز الملفات التي تتم مناقشتها؟ مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك، تفضل. لو تسمعني من سماعة الهاتف سيد العمراني حتى يصل الصوت بشكل أسرع. سيد العمراني، أستاذ محمد، إذن يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع سيد محمد العمراني رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الفريق الحكومي. إلى حين يعني تجهيز الاتصال أعود إليك سيد القعطبي، يعني فيما يتعلق بالحديث عن ضغوطات على الحكومة، عن تعامل الغرب ربما بشكل عام مع الحكومة من منظور الإقليم ومن منظور دول التحالف، برأيك ما هي الخيارات التي لدى الحكومة في سياق التعامل مع جهود المبعوث الأممي الحالية التي كما يقول هو في كثير من الأحيان أنه مجرد وسيط في نهاية المطاف والحل بيد اليمنيين أنفسهم؟ سيد إبراهيم، هل تسمعني سيد إبراهيم؟ سيد القعطبي، نعم أسمعك الآن، كان هناك مشكلة في الصوت، الآن عاد الصوت، تفضل. أنا أقصد أن الحكومة اليمنية ليست لديها أي أوراق حقيقية في هذه المسألة، أصبحت يعني ليس لها موضع قدم لا في المناطق التي كان يعتبر أنها تكون محررة ولا في الشمال. الحكومة اليمنية الآن تنطلق من منطلق ضعيف جدا، يعني وهي تنقاد بما يخطط لها أو ما يقول لها أن تنفذ من قبل الإمارات والسعودية، فأصبحت من غير ورقة ولا أي استراتيجية، ولذلك يلعب بها كأداة من قبل الطرفين. إذا حضرت الحكومة اليمنية إلى المحادثات قالوا أنها ضعيفة وليست لديها استراتيجية وليست لديها أوراق، وإن قابت قالوا أنها لا تطالب بالسلام من أجل اليمنيين، فهي وضعت نفسها في 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 خانه لا يعني سيئه. فلذلك انا في اعتقادي انه يجب على الحكومه اليمنيه ان يكون لديها استراتيجيه اذا كانت حكومه فعلا شرعيه يعني تمثل الشعب اليمني. اذا كانت يعني لا يوجد هناك جبهات ولا تموين ولا حكومه في الداخل ولا قرار سياسي ولا سيادي والحكومة تتعامل من خارج البلاد، هذا مسألة خطيرة في حد ذاتها. حتى لو افترضنا أن اليوم أن الحوثيون قرروا تسليم ميناء الحديدة ومدينة الحديدة إلى الحكومة الشرعية، أين الحكومة الشرعية؟ لا يوجد لديها جيش وطني في الحديدة، لا يوجد لديها مؤسسات تعمل لصالحها في الحديدة، الطاقم الحكومي والوزاري خارج البلاد. فلذلك هي مسألة حقيقية، وأنا في اعتقادي أنه أول المشاكل أن تكون الحكومة الشرعية، أن يكون لديها مشروع وطني وأن تكون لها استراتيجية تنطلق من خلالها. هذا مغيب تماما. طيب في هذا السياق دعنا نستمع إلى وجهة نظر حكومية، إذ ينضم يعود إلينا رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الفريق الحكومي سيد محمد العمراني، وأرجو هذه المرة أن يستمع إلينا عبر سماعة الهاتف. أرحب بك سيد العمراني، ضعنا في صورة المشاورات في عمان بينكم وبين الحوثيين، ما هي أبرز الملفات التي يجري مناقشتها؟ سيد العمراني، أستاذ محمد، يبدو أن هناك مشكلة، إذن لا زال الاتصال لم يجهز. بالعودة إليك أستاذ إبراهيم، كنت تتحدث عن الضغوط وأن الحكومة وضعت نفسها في هذا السياق التي هي فيه الآن، لكن في سياق الحديث عن اقتسام إيرادات الموانئ الثلاثة، عندما تحدث عن الصليف، رأس عيسى وبقية وميناء الحديدة أيضا بين الشرعية والانقلابيين، هل هذه الفكرة، طرح مثل هكذا فكرة، هل هو منطقي في سياق المعركة التي يقوم بها اليمنيون في مواجهة الحوثيين منذ انقلابهم في 21 من سبتمبر 2014؟ أنا أعتقد أن هذا خطر حقيقي على كل اليمنيين. أولا، إذا كان يتحدث المبعوث الدولي والعالم كله يتحدث أنه مسألة الحديدة هي مسألة إنسانية من أجل
إدخال المعونات إلى الشعب اليمني. أولا يجب أن نتذكر أن الحوثيون ينهبون هذه المعونات الإنسانية، وأن الحوثيين قوى إنقلابية سطت على الحكومة ونهبت مؤسساتها ومقدرات اليمن. ثانيا، معك في الاتجاه الثاني، حكومة ليست موجودة في الداخل وهي في الخارج غارقة في الفساد. يعني هل يتقاسم يعني ما يجب أن يذهب إلى الشعب اليمني بين ميليشيات إنقلابية يعني تنهب مقتدرات الشعب اليمني وبين حكومة غارقة في الفساد خارج البلاد؟ هذا لا يعقل. يعني هذا ليس مدخلا لا لحل سياسي ولا لتخفيض الأزمة الإنسانية ولا مساعدة اليمنيين. فلذلك هذا تطبيع للوضع القائم، أي أن الحوثيين يبقون مسيطرين على المناطق الشمالية والبقاء بدون أي عراقيل وبدون أي مواجهة لا سياسية ولا عسكرية، وفي نفس الوقت يسمح للمملكة العربية السعودية والإمارات باحتلال المناطق الجنوبية، وهو قائم احتلال. ما يجري اليوم في الجنوب هو احتلالا حقيقيا بأدوات يمنية وغير يمنية. يعني الموانئ اليمنية تصادر من قبل الإمارات والسعودية، المطارات اليمنية في المناطق التي يسيطر عليها التحالف هذا. فنحن أمام مشكلة حقيقية. ما الهدف من أي تفاهمات قادمة إن لم ينهي الانقلاب، إن لم ينهي التدخل الخارجي، إن لم يستعاد من خلاله التلاحم الوطني والحكومة الشرعية وأيضا السيادة الوطنية، وأن يكون لليمنيين قرارهم وأن يستعيدوا قرارهم بأنفسهم؟ كل هذه الحلول وهذه الترقيعات ليس لليمنيين لا علاقة بكل ما يجري، لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية السياسية ولا من ناحية إنهاء الحرب. فلذلك أصبحنا في جزء من لعبة إقليمية ودولية لا تساعد اليمنيين. وطالما واليمنيين ليس لديهم أي استراتيجية للانطلاق من خلالها لاستعادة الدولة، لإنهاء الفساد، لأن هذا الانقلاب، سنستمر في هذه الفوضى وفي هذه الحرب القذرة التي تأكل اليمنيين وتدمر مستقبلهم وتشتتهم وتحول اليمن إلى مجرد يعني كنتونات مصالح بين الإقليم، ممثلا بالسعودية والإمارات وإيران الذي يمثله الحوثيون في الداخل. فلذلك يجب على اليمنيين أن يتحركوا وأن ينظروا إلى الأمور من الاتجاه الصحيح. ماذا نريد نحن كشعب يمني؟ ما هي مصالحنا كشعب يمني؟ هل بقاء الحوثي في الشمال يصب في مصالح الشعب اليمني ومستقبله؟ لا. هل بقاء الحكومة الشرعية في الخارج يصب في مصالح الشعب اليمني ويعني الحفاظ على القرار السيادي اليمني؟ لا. فلذلك يجب أن ينطلق اليمنيين، ويجب أن يكون هناك خط ثالث وحراك شعبي من أجل استعادة الدولة واستعادة القرار السيادي اليمني في مقارعة الانقلاب ومقارعة الاحتلال في نفس الوقت. وهذا يحتاج إلى كم هائل من الدعم والاستراتيجية، الذي يجب أن يكون هناك طريق وخط ثالث للقيام بهذه المعادلة الجديدة، ولكن ليس يعني هناك من هذا الطرف الثالث. هي بكل تأكيد تحديات كبيرة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد القاطبي. أرحب مرة أخرى بمن ينضم إلينا السيد محمد العمراني. أرجو أن يكون الصوت واضحا هذه المرة أستاذ محمد. سيد محمد، سيد العمراني، إذا هناك مشكلة. نعتذر على هذه المشكلة في التواصل مع السيد محمد العمراني، رئيس المكتب الفني للمشاورات، عضو الفريق الحكومي من عمان من المصدر. على كل حال شكرا جزيلا له على يعني محاولة تواجده معنا. أعود إليك سيد القاطب، يعني الآن في هذا السياق، أمام كل ذلك اليمنيون في الداخل كثير منهم ما بات لديه حل أو جهة يبدو أنه يمكن أن يضع ثقته بها، يريد في نهاية المطاف أن تنتهي هذه الحرب أن تنتهي بأي شكل، حتى لا يكون هناك مبرر على الأقل وجود حرب، حتى يكون هناك استنزاف لأمواله ولتعبه ولعرقه في كثير من الحالات، ولكي يتحرك بسهولة وسلاسة وأن لا يكون هناك أي عوائق في هذا السياق. هذا اليمني كيف يمكن أن تلبى هذه الاحتياجات لديه في سياق ما يحدث الآن سياسيا برأيك؟ يعني تلبية احتياجة اليمنيين، لا يمكن أن تكون هناك تلبية لاحتياجاتهم طالما ووجدت ميليشيات في شمال اليمن وميليشيات في الجنوب اليمن.
طالما ولا توجد دولة لن تلبى احتياجية اليمنيين، طالما والدولة مختطفة من قبل التحالف الإماراتي السعودي فلن تلبى احتياجية اليمنيين. فلذلك كان اليمنيين يطالبون من المجتمع الدولي، المجتمع الإقليمي، التدخل لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وهذا الهدف الآن أصبح صعبا جدا، عندما يعني نتحدث على ميليشيات الآن لا تواجه بأي طريقة، لا إعلاميا ولا عسكريا ولا سياسيا، ترك لها المجال تتحكم بالمناطق الشمالية. أيضا في الجنوب تم يعني تقويض الحكومة الشرعية ويعني استبدالها بميليشيات انفصالية تتبع الإمارات والسعودية. فلذلك يعني هذا مخطط له وليس يعني شيء تلقائيا أصبح اليمنيون أمسوا وأصبحوا ووجدوه في الشارع في اليوم التالي. هذا يجرى التخطيط له لكي يقبل اليمنيين بأي حلول. نحن الآن في مرحلة ما قبل الستينات، أي أن هناك إمامة سلالية تتحكم بالمناطق الشمالية، وهناك سلطنات على شكل نخب في شبوة وفي حضرموت وفي الضالع وفي مناطق أخرى يتم التحكم بها من قبل الإمارات والسعودية، ومن يتحكم بتلك الدولتين هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. فلذلك نحن الآن أمام مشكلة خطيرة وحقيقية، يحاول البعض تركيع الشعب اليمني من أجل القبول بكل هذه المشاكل. هنا الحقيقة أنه لن تتوقف الحرب طالما والحوثيون يحتلون المناطق الشمالية، لم تتوقف الحرب طالما والإمارات والسعودية والميليشيات التي تتبعها في الجنوب تعبث بهذه الطريقة. فلذلك نحن يجب أن يتحرك المجتمع اليمني والداعمين للسلام في اليمن للضغط على الحوثيون، وفي نفس الوقت الضغط على التحالف العربي من أجل أن يكون هناك نخب جديدة تظهر في اليمن من أجل استعادة الدولة ودحر الانقلاب داخلياً ومنع الاحتلال من البقاء في المناطق الجنوبية. هذا ما يجب أن يفكر له وأن يخطط له استراتيجيا في المرحلة القادمة. طيب في سياق سياق نقطة تحدث عنها قبل قليل الأستاذ عبد الهادي العزعزي، في أن هناك الاستهداف الأخير الذي أعلن عنه الحوثيون بالطائرات المسيرة لمواقع اقتصادية هامة في السعودية. كان هناك حديث على استهداف لمواقع شركة النفط أرامكو في بمنطقة الرياض. هذا في أي سياق يوضع عندما نقرأ المشهد اليمني بالتزامن مع الحديث عن هذه المشاورات؟ أنا في اعتقادي هناك مشاهد كثيرة متضاربة في اليمن. يعني لديك الإدارة الأمريكية الآن بقيادة ترامب تحاول أن تبقى في المشهد والحرب مع إيران، وهذا مشكلة خطيرة بالنسبة للشرق الأوسط ككل. يعني ترامب يحاول الآن إدخال المنطقة في حروب جديدة من أجل أن يرشح لفترة قادمة، وهذا على حساب العرب وعلى حساب أموالهم وعلى حساب تقسيم أوطانهم ودمارها. الإيران أيضا تستخدم هذا كورقة ضغط على السعودية ومقايضة مع الأوروبيين من أجل أن يكون لها حضور قوي في المنطقة، من أجل أن تحافظ على بلدها، من أجل أن يكون لها باع هنا وهناك. العرب هم الخسرانين الكبار من هذا الشيء، سواء كان من خلال الحوثيين في اليمن ومن خلال التدخل السافر للسعودية والإمارات في اليمن. نحن الآن أمام معضل كثيرة، نحن أمام مشاكل داخل كل مشكلة هناك مشكلة أخرى. يعني الداخل يتأثر بالخارج والخارج يتأثر بالداخل، وهناك يبدو أن هناك مخطط ينفذ لتقسيم المنطقة، لإدخال المنطقة في دوامة حرب جديدة سيدفع العرب واليمنيين قيمتها مستقبلا. السعوديين والإماراتيين لم يخططوا لما يجري في اليمن، ومشكلتهم أنهم ذهبوا إلى اليمن كأنها يعني فريسة حاولوا الحصول عليها، لا يعرفون ما يريدون ولا يعرفون المحافظة على مناطقهم وعلى الدول المجاورة لهم. يدخلون في حرب عبثية نيابة عن الآخر، ومن ثم سيكون الهدف الأخير في تلك في ذلك الدمار الذي يجري في منطقتنا. هناك أوراق، يعني ما يجري في الداخل الحوثيين يستخدمونها، ما يجري ما حصل في السعودية من ضرب من قبل الحوثيين. الحوثيون ليس لديهم أي شيء يخسرونه، لأنهم ميليشيات منتشرة في كل مكان، ليس لهم أهداف وملامح سياسية يتم يستطيع الإنسان استهدافها
بشكل مباشر. معك في الجهة الأخرى إيران تلعب على كل هذه الميليشيات في المنطقة العربية من أجل أن لا تستهدف بشكل مباشر، من أجل أن تستخدمها كأذرعة لبقائها بعيدا عن الحروب وبقائها كدولة قوية في المنطقة. المملكة العربية السعودية والإمارات يعني تخوضان حرب جديدة في اليمن، وحرب هي جديدة أصلا عليهم لأنهم لم يخوضوا أي حروب في الماضي، فلذلك لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه الملفات لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا. هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لهم جميعا، ولذلك نحن في خطر كبير. المنطقة الآن ربما مقدمة على حرب تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بأدوات عربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات. نعم، الإمارات العربية المتحدة. طيب، في سياق الحديث عن يعني نحن تحدثنا عن ما يجري في عمان، لكن قبل ذلك كان هناك اليوم أيضا زيارة للمسؤول أممي، زار موانئ الحديدة للتحقق من انسحاب الحوثيين، وهو رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة مايكل لوليسغارد، الذي زار موانئ الحديدة وصليف رأس عيسى للتحقق كما قال من إعادة انتشار قوات الحوثيين. الأمم المتحدة قالت إن فرق المتواجدة على الأرض تقوم حاليا بمراقبة عمليات إعادة الانتشار التي تم تنفيذها جزئيا على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية ضمن مفهوم المرحلة الأولى. لوليسغارد كما يبدو رحب بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت، لكنه وهذه نقطة ربما يعني فارقة ومهمة في هذا السياق، قال لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإزالة المظاهر العسكرية، لكن التعاون كان وما زال جيدا للغاية. برأيك يعني كيف تقيم سيد القاطبي ما يجري في الحديدة في سياق عمليات، يعني في سياق ما يجري هناك إعادة انتشار، في سياق أيضا وضعه على مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل عام؟ نعم سيد القاطبي، سيد القاطبي يبدو أن هناك مشكلة إذن في التواصل حصلت مع السيد إبراهيم القاطبي. مشاهدينا الكرام، في يعني في سياق الحديث في هذه الحلقة، كان هناك اليوم اجتماع بين فرقاء يعني بين الأطراف اليمنية، بين الشرعية وكذلك ميليشيا الحوثي في عمان اليوم الثلاثاء، دعت له الأمم المتحدة. إذا عاد إلينا السيد إبراهيم القاطبي. نعم، أسألك سيد إبراهيم القاطبي، إذا في هذا السياق يعني كنا نتحدث عن عمان، لكن كانت هناك خطوات في الحديدة تتم اليوم كما أعلنت الأمم المتحدة زيارة لفريقها لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى الحديدة كي يتأكد من ما جرى في الحديدة. يقول لوليسغارد في البداية يرحب بتسليم الموانئ، أمن الموانئ لخفر السواحل وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت، لكنه يقول لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين به القيام به لإزالة هذه المظاهر، لكن التعاون كان وما زال جيدا للغاية. في أي سياق تضع هذا التصريح؟ أنا في اعتقادي أنها مغالطة حقيقية ومجرد يعني كما ذكرنا سابقا، المشكلة هنا أن الحوثيون انسحبوا من أحادي الجانب، انسحاب أحادي الجانب من قبل الحوثيون وبدون علم الطرف الآخر. يعني كان مفروض أن يكون هناك تنسيقا بين الوفد الأممي والحوثيين والحكومة الشرعية. طالما تم إبعاد الحكومة الشرعية، الحوثيون يعني انسحبوا من المناطق التي تقول الأمم المتحدة أنهم انسحبوا منها، وسلموا نفس المناطق إلى قواتهم التي توجد في 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 المنطقة. يعني لا يوجد قوات محلية. لكن هناك إشارة كانت من يعني في هذه النقطة، كان هناك تغريدة لمايكل أرون السفير البريطاني في اليمن يقول أنه من غير المنطق اعتبارا أن الأمم المتحدة ساذجة لحتى يعني تتم المسرحية السابقة التي تمت فيما يتعلق بتسليم المواقع هذه لأفراد من الحوثيين وإن لبسوا زي عسكريا آخر. يقول السفير البريطاني أنه من غير المنطقي أن اعتبار الأمم المتحدة ساذجة بهذا الخصوص، ويجب الترحيب بأي خطوة في سياق الدفع لحل بداخل اليمن.
هي اصلا للاسف الشديد يعني الحق الامم المتحده هي من سمحت للحوثيين بالدخول الى صنعاء، وهي يعني يوجد قرارات دوليه تقول ان الحوثيين ميليشيا يعني انقلابيه لا يجب التفاوض معها، ويجب ان تسلم المقرات الحكوميه ليس فقط في الحديده وانما داخل صنعاء وفي كل وفي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين. الان يتحدثون على ميناء الحديده، هذه مغالطه تاريخيه بالنسبه للشعب اليمني. طبعا الحوثيون يقومون بنهب الاقضيه ويتمون بنهب المعونات الدوليه، ولا تتحدث عن ذلك المنظمه الامم المتحده الا عندما يودون الضغط على الحوثيين. فلذلك انا لا اصدق ما يقوله المبعوث الدولي أو السفير البريطاني. المشكلة هنا أنا في اعتقادي ما يجري في الحديدة هو من أجل الضغط على الحكومة اليمنية للذهاب إلى الأردن. هذه نقطة مسبقة، لأنه لو لم يتم تنفيذ أي بند من الاتفاق أو التفاهمات التي حصلت في السويد لرفض الوفد الحكومي من الذهاب إلى الأردن لمفاوضة جديدة. فلذلك قامت اللعبة والمسرحية الجديدة التي تمت في الحديدة تسليم بعض المناطق من الحوثيين إلى الحوثيين أنفسهم وبدون علم الطرف الآخر. لا يجب أن يكون هناك محادثات ومفاوضات وهناك طرف مقيب عن ما يجري في هذه المفاوضات. يعني تم الانسحاب من قبل الحوثيين وتسليم المواقع إلى الحوثيين بدون علم الحكومة الشرعية، فعن أي محادثات نتحدث هنا؟ هنا المشكلة الحقيقية أنهم يتلاعبون بالظرف اليمني. وكما ذكرت سابقا المسألة اليمنية ليست حول ميناء الحديدة وليست حول المساعدات الإنسانية وتأمين الدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. المشكلة في اليمن هي أن هناك انقلابا سلاليا انقلب على الحكومة الشرعية، وأن هناك تدخل سافر من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الجنوب اليمني، وقامت بإنشاء ميليشيات تابعة لها وتسيطر الآن على القرار السيادي اليمني وتسيطر على الموانئ والجزر والمطارات اليمنية. هذه هي المشكلة الحقيقية التي يجب نتحدث عنها. كل ما دون ذلك هي مجرد فقاعات، مجرد أوهام، مجرد بيع لليمن أوهام أن هناك سلام وأن هناك المعاناة الإنسانية سيتم القضاء عليها، وهذا كله ليس صحيحا. إذا لم يكن الهدف الجوهري هو استعادة الحكومة الشرعية، البريطانيين الآن السفير البريطاني يتحدث عن الحكومة الشرعية ويتحدث عن أن الأمم المتحدة يعني لا يعقل أنها تشارك في مسرحية مثل هذا. الأمم المتحدة تنظر الآن ما يجري في الجنوب من قبل ميليشيات تقوض الحكومة الشرعية ولا تتحدث عنها. السفير البريطاني يدرك أن الحكومة الشرعية والرئيس المنتخب خارج البلد ولا يتحدث عن إعادة الرئيس أولا إلى المناطق المسيطر عليها. هذه كلها ما يجري في الحديدة وغيرها مجرد أوهام تباع إلى الشعب اليمني وتمرير مخطط كبير، وهو يجري الآن في السيطرة على الساحل الهام في البحر الأحمر، والمستفيد من كل ما يجري في اليمن هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها تورط الخليج في حرب قذرة في اليمن، كونها هي من تبيع السلاح وكل ما يجري للسعودية والإمارات، كونها هي الآن من تسيطر على الجزر والموانئ من خلال السعودية والإمارات التي هي أتباع لها منذ يعني زمن بعيد. فلذلك ما يجري هو مجرد مناورات ليست لها علاقة بالجوهر والمشكلة الحقيقية. طيب. وجذور الصراع. نعم، يعني فيما يتعلق هل يأتي ذلك؟ يعني هل مسألة أن هناك كان اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، وهي قضية إنسانية بالغة الحساسية وذات يعني يصرح بها المبعوث الأممي مارتن جريفيث كثيرا، أنه دوما يقول أن الرئيس عبد الرب منصور هذه كانت أول نقطة أثناء حديثه معه عندما عين لأن يكون يعني مبعوثا أمميا لليمن، ركز الرئيس عبد الرب منصور هذه حول هذه النقطة إبان أيضا مشاورات السويد أيضا في ذلك الوقت، وهي مسألة المختطفين والمعتقلين. لكن هذه النقطة الهامة جدا تم تجميدها وليس هناك إعلان عن الأسباب. أيضا نقطة أخرى مسألة ملف تعز والتفاهمات حول تعز، لا يبدو أن هناك تحركا بهذا الخصوص، وإن كان هناك من يتهم الحكومة أنها لم تعمل شيئا بهذا الخصوص. لكن الآن هل يفهم من كل ذلك أن هناك فعلا دفع باتجاه يعني إحداث خرق ما في الحديدة برأيك؟
لا ليس صحيح، يعني الملفات موقفة وجامدة تماما. الوضع كما هو، يعني نحن كما ذكرت في بداية الحلقة، نحن نتحدث الآن على قرابة النصف العام منذ تفاهمات السويد. هل نتحدث على عامين أو 5 أعوام قادمة من أجل تنفيذ ذلك الاتفاق الهش، وهو اتفاق بسيط حول تسليم موانئ وتبادل أسرى؟ يعني هل يعقل أن هذه المسألة الجوهرية في اليمن، يعني مرارا وتكرارا ما يجري في اليمن، هناك أجندة خفية تمرر علينا كيمنيين، هناك صراعات إقليمية ودولية على الموقع الاستراتيجي الهام في اليمن، على خيرات اليمن، على النفط في اليمن، على كثير من الأشياء التي تدار في الخفايا. طيب دعنا في هذه النقطة نشك معنا في الحوار سيد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ مصطفى نصر، اجتماع برعاية الأمم المتحدة في عمان في سياق الحديث عن موارد موانئ الحديدة، الموارد في الحديدة، كيف تقيم هذا الاجتماع؟ ما الذي قد يخرج منه من خطوات برأيك؟ شكرا جزيلا لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن الملف الاقتصادي المصاحب لموضوع اتفاق الحديدة، وهو استكمالا لنقاشات ستوكهولم حول جوانب أو حول الملف الاقتصادي عموما. خلال اليوم تم الاستماع لوجهات النظر من قبل يعني الطرفين حول رؤيتهم لحل الملف الاقتصادي، وهناك الجانب الحكومي طرح رؤيته للحل، وكذلك أيضا الحوثيون طرحوا رؤيتهم للحل، وهناك تمسك أيضا بمسألة الإيرادات والبنك المركزي وغيرها. وربما خلال غدا ستكمل النقاشات الفردية ربما كل على حدة، تمهيدا لأن تطرح الأمم المتحدة وجهة نظرها في الحل لموضوع الملف الاقتصادي. في تصوري أن النقاشات في هذا المجال صعبة للغاية ومعقدة، لكن مسألة الوصول، ما هي أبرز نقاط الاختلاف برأيك أو بحسب معلوماتك؟ موضوع الإيرادات، يعني الحكومة في تصوري طرحت موضوع أنها ستتولى مسألة جمع الإيرادات وربطها بالبنك المركزي في عدن، وبالتالي القيام بتسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين في كافة مناطق اليمن، وإدارة فرع بنك المركزي للحديدة بحيث يكون تابعا للبنك المركزي في عدن. والحوثيون يطرحون كلاما آخر حول هذه الرؤية في تبعية تفعيل البنك المركزي الذي يعتبروه ما يزال يعني موجود في صنعاء، وبالتالي السيطرة على 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 الإيرادات، إيرادات الحديدة، بغض النظر عن ما تطرح الحكومة. فهذه النقطة من أبرز نقاط الخلاف، ويتبعها موضوع البنك المركزي ومدى استقلاليته وإلى أي درجة يمكن أو آلية عمله، موضوع الإيرادات وطريقة جبايتها وطريقة انفاقها، كذلك مرتبط بموضوع النفقات والإيرادات من ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى والصليف وغيرها. طيب تحدثت عن يعني وجهة نظر للأمم المتحدة قد تطرح في سياق إيجاد حل وسط، هل من معلومات لديك حول ذلك، حول تفاصيلها يعني؟ لا توجد معلومات دقيقة حول الحل الذي ستطرحه الأمم المتحدة حتى الآن، لكن في تصوري أنها ستبني حلا بناء على النقاشات التي ستدور، وبالتأكيد هي كانت لديها بعض الأفكار خلال الفترة الماضية من النقاشات نهاية العام الماضي، لكن لم يتم الدخول في تفاصيلها لأنه كانت مرحلة مبكرة بالحديث عن الملف الاقتصادي دون عن البدء بالمرحلة الاتفاق السياسي أو مرحلة الانسحاب وتطبيق اتفاق الحديدة وغيره. طيب في سياق هذه المشاورات جميعها، هل أنت متفائل بخصوصها أم لا؟ هناك ضغط دولي كبير، والمسألة ليست مرتبطة بحجم التفاؤل بقدر ما أن الأمم المتحدة
والعالم يريد أن يحسم ولو هذه المسائل جزئيا، يعني في مسألة الموضوع الحديدة وما يرتبط بها من جانب اقتصادي وغيره. لكن تصوري أن الحل ما زال بعيد ويحتاج، يعني هي خطوة في مشوار طويل في تصوري، والملف الاقتصادي تحديدا هو ملف صعب ومرتبط بالجانب السياسي بشكل مباشر. حتى وإن كان حل، أنا أتصور أنه يتم حل جزئي، وهو المطلوب أن يتم البدء على الأقل بحسم مسألة المرتبات وما يتبعها من نقاشات في هذا الجانب، وبالتالي تخفيف المعاناة الإنسانية عن الموظفين الذين يعني يتجاوز فترة انتظارهم السنتين دون مرتبات. أشكرك أستاذ مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف. وكذا الشكر موصول لك سيد إبراهيم القاطب، المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكاي ثم عبر الهاتف من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.